إياك نعبد وإياك نستعين
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا سمع الله لمن حمده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.